مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. ربما تابعتم معنا قضية الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات والتي تعرضت لاستغلال جنسي بشع بعدما داوم جارها على هتك عرضها لأزيد من سنة بأحد الأسطح بمدينة بيغرا بإقليم شتوكيتبا، وتم اعتقال الجاني، واليوم ربما تتم محاكمته أمام أنظار المحكمة الاستئناف بمدينة أكادير. ومعنا مؤازرة هذه الطفلة بطبيعة الحال رئيسة جمعية صوت الطفلة الأستاذة فاطمة عريف، التي دخلت على خط هذه القضية من أجل أيضا مؤازرة ديال هذه الطفلة الضحية التي تعرضت لاستغلال جنسي كما أسلفت الذكر بطريقة بشعة جدا من طرف جارها، وتم بطبيعة الحال توقيف الجاني وإحالته على أنظار الحراسة النظرية قبل أن يحال على أنظار النيابة العامة والتي أحالته على سجن أيت ملول في انتظار انطلاق جلسات محاكمته. الأستاذة مرحبا بك. مرحبا. بعد ما استمعنا للطفلة ذات 7 سنوات اللي تم الاعتداء عليها من طرف جارهم، يعني كسؤال أول ماذا وقع لهذه الطفلة؟ يعني تم استغلال ديالها من طرف الجار ديالهم. هاد الجار ديالهم راه كان تيستغلها مرارا وتكرارا، يعني صراحة قال أشياء اللي هي شي شوية ما كي كنقولوا أشياء أزمة، يعني ملي الأم كتخرج للعمل والأب كيخرج للعمل وكيخلوا أطفال صغار لا ذنب لهم، يعني ما تيعرفوهم علاش غادي يتعرضوا. يعني راه هناك دياب متربي صح معانا، إما كتكون عند مول الحانوت ولا كتكون وسط الدار ولا كتكون من أحد الأقارب، يعني هاد الأطفال لا ذنب لهم. يعني يتم استغلال الطفلة ربما إلا كان ممكن يعني تقربنا من الحيثيات ديال هاد الواقعة اللي صراحة سمعنا يعني بعض التفاصيل اللي هي صراحة الصادمة. زعما يتم استغلالها جنسيا، يعني كيهزها كيطلع على السطح وكيستغلها تمايا فشي براكة تمايا، يعني هاد البنيته من الخوف ديالو من التهديد ديالو يعني خاف تصرح للام ديالها بداك الشيء اللي كيوقع ليها، يعني كان تيهددها تيقول لها الا قلتيها لماماك غادي نقتلك، الا قلتيها لماماك غادي نذبحك. هاد الشيء يعني الطفل تولي في رعب، تولي في رعب من كلا الطرفين، الرعب من طرف الاباء ديالو والرعب من طرف هاد الحيوان اللي كيستغلو جنسيا. هاد الام كذلك يعني هي اشياء ظاهره وباينه، يعني ما عرفتش واش كان استغباء ولا يعني البنيته راه بان عليها اثر ديال الاحمرار، اثر ديال اسميتو كدير لها الدواء وما كتبرش البنت، يعني كل مره كيتجدد داك الجرح، يعني من تما خصها تسول الطفله ديالها. هذا هو اللي ما عندناش، هو ما كنتكلموش مع وليداتنا، خصنا نتكلموا مع وليداتنا، راه الا ما صاحبنا وليداتنا واحتويناهم وتكلمنا معاهم شكون اللي غادي يتكلم معاهم؟ زعما راه اشياء تدمي القلب، راه اليوم وصلنا لواحد اش غنقول لك؟ وصلنا لواحد الممارسات وحشيه ولات في المجتمع المغربي ديالنا خطيره جدا. يعني حاميها حراميها، الجار اللي كيحمي كان تيحمي ولا كيستغل، مول الحانوت، بزاف ديال الاشياء اللي حنايا ولينا كنشوفوها في المجتمع المغربي ديالنا، عندنا ما كفى من هذا الشيء، راه ولينا هذا الشيء كل يوم كنشوفوا حاله في شكل، ما هذا الشيء راه هادو راه اطفالنا، هادو راه فلدات كبادنا، كيف غادي يكبروا هاد الاطفال؟ وحنا ما عندناش شي مؤهلات اللي هي كافيه باش هاد الطفل غادي يتعالج من هاد المرض، الاطراف بجوج، لا للمجرم ولا للطفل، يعني خاصنا اطباء نفسانيين اللي يكونوا مؤهلين في هاد الميدان، خاصنا مراكز الاستماع ومراكز للاطفال ضحايا العنف. ما اليوم انا كنحمل المسؤوليه للاباء وكذا كنحملها حتى للدوله. شنو
الاجراءات اللي اتخذتوا في هذه القضيه؟ يعني اتخذنا يعني ازرنا هذه الطفله، ازرناها ب يعني بالمحامون ديالنا ديال الجمعيه، استمعنا لها يعني ولو هذا يعني غادي تمشي عند الطبيب النفسي، غادي تبدا هاد الايامات عندها القرايه وزميتو، ميمكنش باش غادي توقف. يعني كنحاولوا هاد الطفله باش غير نرجعوها غير شويه، لان الطفله راه ولات مرتبكه، ما بقاتش ولات في خوف، ولات ما كتنعش، ولات يعني راه الطفله سبع سنوات راه خصها تلعب بدوميه، ما خصهاش يتمارس عليها هاد الممارسات الجنسيه اللي ما عرفتهاش وكتدخل لها في الجسد ديالها في واحد الالم ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو ربما يعني الانتظارات ديالكم من مآل هذا الميت؟ يعني حنايا اشد العقوبات اللي اسميتو، ولو انا تنقولها دائما، هاد المجرم واخا نعطيوه اللي عطيناه، راه هاد الجرح ما كيبراش، راه ملفات عديده اللي شفنا واللي اشتغلنا عليها. يعني راه الجرح ديال الاغتصاب وكلمه الاغتصاب راه ما كتجيش وكتعالج، كي قلت لك راه خصنا مؤهلات وخصنا مراكز وخصنا. يعني احنا ازرنا هاد الطفله، يعني اقصى العقوبه تعطت لهاد الشخص، راه هاد الشخص يتعالج، راه هاد الشخص راه هو مريض. راه تا ولدو كان تيمارس عليه. راه هاد الانسان مريض، راه هادو كيكونوا 100% اما استغلوا في الطفوله ديالهم ولا وقعت لهم اشياء اللي هي خبيطه في الطفوله ديالهم. ماشي هادشي بكل صراحه، هادشي لا يعقل. راه ماشي راه العديد من الملفات اللي شفنا فيهم هاد كعارض، فيهم اغتصاب وقاتل، فيهم بزاف. وما يدمي القلب اليوم هو، ولو كيجيو بعض الاباء تيقول لك حنا بغينا نتنازلوا على القضايا، على مثل هاد القضايا، يعني كيولي ألمي. ما اليوم هادشي صراحة هادشي غريب، ولكن الحمد لله حنايا الملفات ديالنا ما تنبقاو متبعينهم لآخر المطاف، لأن طفولتنا المغربية خصها تكون واحد الطفولة اللي هي سليمة، واحد الطفولة اللي هي تعيش في واحد المجتمع سليم بعد الأبوين، سليم الأبوين، عاد نشوفوا ما تبقى.